صباح الخير لك سيد احمد، صباح الخير مشاهدينا الكرام. اذا كما قلت نحن في قصر المعارض بالصفاقس، اين ستنطلق بعد لحظات هذه القافله التضامنيه الموجهه لولايه تيزي وزو المتضررين من الحرائق. معي كما تشاهد في الصوره السيده وزيره التضامن الوطني وقضايا المراه السيده كوثر كريكو والسيده بن حبيلس من الهلال الاحمر الجزائري. سيدتي الوزيره، لو نبدا مباشره هذه القافله المخصصه لسكان ولايه تيزي وزو، تفاصيل حول المشاركه. تبعنا انه شاحنات قدمت من مختلف ولايات الوطن، تبعنا انه هناك مشاركه من عده قطاعات، وزارة الداخلية والفلاحة والهلال الأحمر. إذن في الحقيقة، إذن تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية وتحت إشراف السيد الوزير الأول وبمشاركة كل القطاعات والفاعلين، طبعا نطلق اليوم أولى المساعدات الإنسانية الفورية للمتضررين في ولاية تيزي وزو بعد التعليمات اللي أسداها السيد رئيس الجمهورية بالتكفل بالمتضررين من جميع الجوانب. إذن أطلق اليوم القافلة التضامنية لتضم حوالي ما يفوق 340 طن من المساعدات الاستهلاكية ووسائل الوقاية الصحية والمختلفة، ومرفوقة أيضا بالخلايا الجوارية لقطاع التضامن الوطني فيما يخص التكفل النفسي والاجتماعي بعوائل الضحايا. ولازالت المبادرات متواصلة في الأيام المقبلة إلى غاية انفراج الأزمة إن شاء الله. نترحم مرة أخرى على أرواح الضحايا المدنيين والعسكريين، ونقول أن الجزائر صامدة وسننتصر بإذن الله على هذه الأزمة. طيب سيد الوزير، ربما هذا عن التكفل المادي، التكفل بالمتضررين، ربما أنتم كوزارة التضامن الوطني هو دوركم دائما التكفل النفسي بالفئات الهشة. ربما اليوم لدينا فئات هشة، لدينا أطفال صغار، لدينا ناس تأثرت بفعل هذه الحرائق، وستبقى ربما هذه الحادثة عالقة في الأذهان. هل هناك من برنامج، هل هناك من مرافقة ستكون لهؤلاء من أجل تجاوز هذه المحنة؟ لا، هو الاختصاص الأصيل لقطاع التضامن الوطني هو التكفل بالفئات الهشة، وهذا طبعا يعني منذ الوهلة الأولى تم إصداء تعليمات بإنشاء خلية أزمة على مستوى الوزارة لمتابعة الوضع إلى جانب السلطات المحلية والولائية، وكذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية. الخلايا الجوارية مع مدير النشاط الاجتماعي كانت متواجدة في الميدان من أجل إحصاء طبعا الاحتياجات وتحديدها، والتكفل النفسي والاجتماعي خاصة لعوائل الضحايا، وأنا في متابعة شخصية لتطور الوضع بالتنسيق مع السلطات المحلية، وسيتم تحديد الاحتياجات طبعا والتكفل بالمتضررين من الناحية النفسية الاجتماعية والمادية، طبعا تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية. طيب شكرا لك معالي الوزيرة. لو